عندما يتحدث الجاني بالقوانين والأعراف الإنسانية تجد بشار الأسد رأس النظام يدلي بآرائه حول ما يجري في البلاد العربية. الأسد وخلال مقابلة أجراها مع قناة روسيا 24 ووكالة روسيا سيغودينيا قال إن المظاهرات في البلدان المجاورة تختلف عما جرى في سوريا، معتبرا أن الثورة السورية ومنذ اندلاعها ممولة بالسلاح والمال وليست عفوية. ولكن بكل تأكيد إذا كانت هذه المظاهرات التي خرجت في عدد من الدول المجاورة هي مظاهرات عفوية صادقة تعبر عن رغبة وطنية بتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية وغيرها، فلا بد أن تبقى وطنية، لأن الدول الأخرى التي تتدخل في كل شيء في العالم كأمريكا والغرب وخاصة بريطانيا وفرنسا وباقي الدول لابد أن تستغل هذه الحالة لكي تلعب دور وتأخذ الأمور باتجاه يخدم مصالحها. أهم شيء أن تبقى الأمور في الإطار الوطني، إذا بقيت في الإطار الوطني فلا بد أن تكون إيجابية. هنا تجاهل الأسد الميليشيات التي أطلقها من سجونه فأوغلت في دماء المتظاهرين قتلا واعتقالا، كما تناسى استخفاف مسؤوليه بأعراف حوران مطلع 2011. على ناصية المنطق المعوج يقيم رأس النظام اتفاق روسيا وتركيا حول الأراضي السورية واصفا إياه بالإيجابي، ومعتبرا أن موسكو تلعب دورا فيما سماه سحب الذريعة الكردية لتهيئة الوضع باتجاه الانسحاب التركي. تنظيم الدولة كان صنيعة أمريكية وفق رأس النظام، تنظيم الذي كان مسؤولا عن تشويه صورة الثورة وإضعاف شوكة فصائل المعارضة وفق ناشطين، عدا عن دوره في استعادة قوات الأسد وميليشياتها نحو نصف الأراضي المحررة. وحيال رضوخه للأوامر الروسية أو الأممية، اعتبر الأسد أن الدستور نص كأي نصوص، تعديله بين الفينة والأخرى أمر اعتيادي وليس مقدسا وفق تعبيره. السيادة الوطنية التي لطالما تغنى بها كانت حاضرة في كلام الأسد الذي وصف الوجود الأمريكي بالاحتلال، معتبرا أن نهايته كما العراق وأفغانستان، فسوريا ليست استثناء على حد قوله. وهنا في هذه الصور رتل للمدرعات الأمريكية تمر عبر حاجز قوات النظام في منطقة القامشلي شمال شرق سوريا.